الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده السبت، في كتير قوي قاعدين اجازات وبيحبوا السي فود. هنعمل النهارده اكلات فيها سي فود، يعني الاكلتين فيهم سي فود هيعجبكم جدا وبطريقتين مختلفتين، وان شاء الله يا رب نكون بنقدم لكم معلومه تعجبكم. اول حاجه عندي شوربه سمك بالطماطم، شوربه سمك بالطماطم، تعالوا نشوف مقاديرها ونشوف هنعملها ازاي. عندنا بصلتين مفرومين، وعندي ثلاث ثمرات من الفلفل الالوان مفرومين برضو قطع صغيره، وكمان ثلاث ثمرات طماطم مبشوره، ومعلقه بابريكا اللي هو الفلفل الارناؤوطي اللي مش حامي، وقرن فلفل حامي، ونص كيلو من السمك الفيليه، وربع معلقه من بودره الزعفران، ربع معلقه من بودره الزعفران، ونص معلقه بهارات، ولتر مرق سمك. طبعا انا خليت لتر مرق السمك ده في الاخر عشان اقول لكم هنعمله ازاي. هقول تاني، اول حاجه عندي بصلتين، ثلاث ثمرات فلفل الوان، نص كيلو، كيلو الا ربع كيلو من السمك زي ما تحبوا، المهم ان يبقى مش اقل من نص كيلو، ثلاث ثمرات طماطم مبشوره، قرن فلفل حامي، نص معلقه بهارات، وربع معلقه من بودره الزعفران، ومعلقه بابريكا اللي هو الفلفل الارناؤوطي، واخيرا لتر مرق سمك. تعالوا نروح عند مرق السمك ونرفع الغطا ده كده ونوريكم مرق السمك اللي احنا عاملينه قدامكم اهو على الهوا، شكله عامل ازاي اهو. هنا سمكة مخلية، خدت العظم بتاعها، شايفين العظم مهري ازاي جواها اهو، عظم فيه بصل، جزر، كرفس، ورق لورو، حبهان، كل الحاجات دي منكهات، وشوية ملح. اقول تاني اهو، عظم السمك خدناه الراس مع العظم كله، غليناه مع بصل وجزر وكرفس وورق لورو وشوية من الحبهان عشان نديله نكهات. عندي زعتر مفيش مشكلة، حاجات كتير قوي. بعد كده يبقى عندي اهو، شايفين شوربة لونها عامل ازاي، ده شوربة السمك الاصلية. هنا خدنا النكهات كلها، وهنا هنضيف لها عليها نكهات تانية. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هناخد شوية زيت علشان نحمر مع بعض حاجتين، هنا شوية الزيت، نحط البصل. انا عايز بقى طعم كل الحاجات دي يظهر معايا في الاكلة دي. وهناخد هنا نصفي الشوربة عشان تغلي معايا، وبعد ما نخلص كل المكونات نضيف عليها حاجتنا. ناخد لتر من السمك عشان تغلي معايا الشوربة تبقى جاهزة. تقريبا احنا خمسة من دي او ستة يعملوا لتر، لان دي تقريبا ممكن تكون 150 ملي اهو. حاضر يا مجدي، لتر من السمك اهو. طبعا عايز اقول ان لو حبيتوا تخلوها خفيفة زودوا شوية مرق تاني، عايزين تخلوها سميكة مفيش مشكلة. احنا حطينا الكمية دي وزي ما انتوا شايفين بتغلي معانا اهو. هننزل السمك عليها، السمك الفيليه عليها وهو متقطع مكعبات كده، ونسيبه مع بعضه يغلي ويستوي. كل اللي هضيفه شوية ملح وشوية فلفل علشان احنا ضيفنا عنصر جديد، شوية ملح اهو وشوية من الفلفل، ونغطي ونسيبها تستوي كده يا مدام ميرفت علشان خاطر نبقى شايفينها مع بعض. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور يا سيف يسري. يا رب يخليكي، ده انتوا اللي منورينا. ربنا يكرمك على كل اللي بتعمله لنا. الله يديك الصحه يا رب، الله يخليك. انا بس كان ليا سؤال بس، فكان ممكن اساله. تحت امرك، اتفضلي. انا عندي كتف ضاني بس يعني من الذبيحه مش اللي فاتت اللي قبلها، يعني بقى له عندي سنه. يجرى له حاجه ولا لا؟ لان كنت شايلاه لحد معين. والله بص حضرتك، علميا والصحيا ان اللحمه ما تقعدش في الفريزر اكتر من 3 شهور، يعني علميا والصحيا، حتى لو ما بتفتحيش عليها، حتى لو هي متجمده وما بتفتحيش عليها، صحيا ما تقعدش اكتر من 3 شهور اللحمه في الديب فريزر. فعشان كده انا بنصح حضرتك بقى، شوفي انت عايزه يا ترى عليكي ايه. وانا بشكر حضرتك على اتصالك وتحت امرك. هنا خلاص احنا بندبل الخضروات دي، انا عايز طعمها يبقى معايا باين وشكلها كمان، يعني انا لما اجي اغرف هغرفها بشكلها ده. نضيف الطماطم، ونضيف هنا بقى بودرة الزعفران والبهارات والبابريكا كلها كده، ونقلب كل ده مع بعضه. وبعدين لما يغلي معايا غلوة، تكون عندي المرقه بتغلي، هي بدات تغلي،
طبعا انا حاطط السمك ني، فهيعمل حاجة كده زي رغوة على الوش، لازم اشيلها، لازم اشيل الرغوة دي قبل ما اضيف الخضروات بتاعتي. في كل الحاجات اللي احنا بنستعملها سواء فراخ او لحمة او سمك او جمبري، اي حاجة بنعمل لها شوربة لازم اما نضيفها وهي نية على المية كده لازم نشيل الرغوة دي اهي. جميل، عشان بس ما تطلعش معايا في الشوربة بتاعتي. بدأت تغلي معايا، هضيف عليها كل المكونات بتاعتي دي اللي هي افكركم تاني، معلقة زيت وبصلتين مفرومين وثلاث ثمرات فلفل الوان وثلاث ثمرات من الطماطم المبشورة وقرن فلفل حامي، معلقة بابريكا ونص معلقة من البهارات وربع معلقة من بودرة الزعفران، هنضيفهم هنا ونسيبهم يغلي غلوة، وبعدين لما نرجع من الفاصل نغرفهم مع بعض. الشوربة دي هتعجبكم جدا، شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ مش عايز اتكلم على طعمها بقى، واحنا حاطين فيها كل الحاجات زي ما هي سليمة. يعني ايه سليمة؟ يعني القطع هتبان وانا باكل، عشان كده مش عايزكم تغيروا المحطة لغاية ما نرجع. بعد ما نرجع هنوريكم الشوربة ونغرفها مع بعض. هي بدأت تغلي على طول لان كل حاجة عندي مستوية، لما نرجع هنغرفها، مش هنعمل اي حاجة. خليكم معانا دايما عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيوننا تلفزيون الحياة. بعد الفاصل هنعمل سمك جراتان، خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم بعد ما عملنا الشوربة، بنغرف شوية منها هنا كده في طبق. اللي حابب بقى، في ناس بتحب الشوربة تبقى سوفت يعني ناعمة خالص، فعشان كده هنعمل فيها ايه؟ هناخدها كده ببقيتها ونضربها بالهاند بلندر عشان خاطر تبقى ناعمة ونغرفها في طبق تاني. يعني انا بوريكم طرق للغرف مختلفة واشكال مختلفة اهو، يعني اللي عايز ينعمها مفيش مشكلة. في كلتا الحالتين هي شوربة، اللي عايز ياكل قطع ياكل، اللي عايز ياكلها كده او يشربها كده يشربها مفيش مشكلة. هناخد كده الشوربة بتاعتنا نغرفها بعد ما خلصنا اول طبق، وهنخش على الطبق التاني سريعا. شايفين هي بقت كده ايه؟ قريبة جدا من شوربة العدس، بس هي في النهاية شوربة سمك. ونقدمها مع التوست بالجبنة البارميزان وبالهنا والشفا زي ما تتقدم في افخم مطاعم العالم، وخصوصا المطاعم الفرنسية. عملنا الشوربة خلصناها، تعالوا بقى نشوف الطبق بتاعنا اللي هو السمك الجراتان. سمك جراتان، ناخد بس قطعة من التوست هنا ونحط قطعة هنا او قطعتين بالهنا والشفا. اول حاجة عندي في السمك الجراتان هو نص كيلو من الجمبري، نص كيلو من الجمبري الكبير الحجم بالديل. عندي 3 أرباع كيلو من السمك الفيليه قطع تخينة، وربع كيلو مشروم، معلقة كاري، معلقتين زبدة، معلقتين دقيق، كوباية من مرق السمك اللي احنا عملناه، كوباية من اللبن، وثمرتين من البصل الأخضر، وثمرة فلفل أخضر متقطعة مكعبات، ورشة شطة، وكمان عندي معلقتين من الكزبرة الخضراء، ورشة جوز الطيب، ونص كوباية جبنة مبشورة أي نوع جبنة. أقول تاني مقادير السمك الجراتان. أول حاجة نص كيلو من الجمبري، 3 أرباع كيلو من السمك الفيليه قطع كبيرة، ربع كيلو من المشروم، معلقة كاري، معلقتين زبدة، ومعلقتين دقيق، كوباية مرق سمك، وكوباية من اللبن، وعندنا بصلتين خضر مفرومين متقطعين صغير، وقرن فلفل أخضر مفروم، وعندنا كمان رشة شطة، معلقتين كزبرة، ورشة جوز الطيب، نص كوباية من الجبنة المبشورة. وتعالوا عشان نشتغل مع بعض. أول حاجة هنا هنعمل إيه؟ هناخد السمك والجمبري عشان نسويهم بالراحه كده، شويه ملح وشويه فلفل، نشيل بس الديكوريشن اللي سعد عامله ده، وندي شويه ملح زي ما قلنا وشويه من الفلفل اهو، وناخد حته زبده وشويه زيت ونشوح السمك. ده اول حاجه. وعندي هنا بيك هنشوح السمك مع الكلامار، مع قصدي المشروم، حتة زبدة اهو وشوية زيت. واحنا تبلنا زي ما قلنا السمك هنشوحه زي ما قلنا مع الجمبري. يا فرح. اهلا يا فرح، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. يا رب يجعل ايامك كلها فرح. يا رب يا رب يا حبيبتي، اتفضلي.
انا عايز اسالك على الفراخ المعلبه. حاضر من عينيا. حاجه تانية؟ لا شكرا. بشكرك يا حبيبتي وهقول لك حاضر على الفراخ المقرمشه من عينيا. حاضر. هنا حطينا الجمبري وحطينا السمك. هنغير الاماكن بس يا مجدي معلش، نحط دي هنا ودي هنا، وتعالوا مع بعض نعمل مع بعض صوص البشاميل او الصوص اللي احنا هنعمله. هيبقى معايا نحط الزبده، نحط عليها الدقيق ونقلب مع بعضه سريعا. معلقتين من الزبده، معلقتين من الدقيق ونقلبهم مع بعض. انا مش عايز يلون معايا ولا يتحرق، انا عايزه يدوب يدوب ويتجانس. نرجع تاني نشوف احنا عندنا هنا ايه. خلاص كده نحط عليه مرق السمك ونحط عليه اللبن، يبقى عندي كده البشاميل بتاعنا هيبقى جاهز بعد ثانية واحدة، لان كل حاجة عندي سخنة حتى مرق السمك سخن. وما تنسوش ان انا عندي هنا السمك مع الجمبري بيستوي، شايفين البشاميل اهو. اجي انكه البشاميل بالكزبرة. فين الكزبرة الخضراء؟ خليها معانا. هناخد الكاري اول حاجة ننكه بيه البشاميل، نحط شوية على السمك، شايفين. خلاص كده هندي شوية الشطة مع البشاميل، هندي شوية جوزة الطيب مع البشاميل، هندي كمان هنا البهارات مع البشاميل، كله مع البشاميل اهو. بقت عندي هنا خليط حلو قوي. خلاص استوى، هركنه على جنب ونشوف السمك يا مدام نجوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بشكرك جدا. الو مدام نجوى. ايوه بقول أيوة. لحضرتك انا بشكرك قوي 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 على حضرتك انت بتقدمها لنا. يا رب يخليك يا مدام نجوى، الله يكرمك. بشكرك. اول اول مره اتصل بحضرتك، بس مبسوطه كتير كتير اني كلمت حضرتك. وانا اكتر، ربنا يخليك يا مدام نجوى. ربنا يخليك يا سيدي. الله يكرمك. تأمريني، مالكيش اي سؤال؟ لا انا بس عشان اشكر حضرتك واقول لك متشكرين جدا جدا الحاجات اللي بتقدمها لنا، مبسوطين كتير حتى انا وجوزي والله العظيم. اشكر لك قوي قوي الحاجات اللي بتقدمها لنا. يا رب يخليكي وسلمي لي عليه كتير، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. وانا سعيد بتليفونك وبشكرك على اتصالك، ويا رب دايما تكوني متابعانا ودايما تكوني بتسمعنا صوتك، ربنا يخليك. بشكرك يا مدام نجوى. طبعا هنا شايفين الجمبري مع السمك ملحوظة. تاني بقولها كل مرة، الجمبري كده استوى، السمك بس ناقص كمان نص دقيقة، ما تنسوش انه هيخش في الفرن. انا مش عايز اخليه يبقى يقرمش. يعني واحد ابن حلال امبارح اكلني اكل صيني روعة، بشكره على الهوى لو هو سمعني. الجمبري كان بيقرمش، يعني عارفين يعني ايه؟ يعني اي حد يشوف يقول لك لا 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 ده ني، ده الصح. فانا اول ما دقت اول جمبرياي حسيت ان ده الطعم الصح، حسيت ان ده معلم زي ما بيقولوا، صنايعي رقم واحد بصراحه. عجبني جدا وشكرته ودخلت له المطبخ اشكره مخصوص. هنا خلاص اهو السمك والجمبري استوى. هنعمل ايه؟ هنصفي نتيجه التسويه دي على البشاميل بتاعنا ونركن ده كده. يا مدام حياة. ايوه اهلا بيكي. اهلا بيك يا شيخ يسري، انا اللي كنت معاك في الحج. يا اهلا بحضرتك، اهلا بيك. الف مبروك على الحج واشكرك. وعايزه اسالك سؤال، السمك الفيليه اللي انت عامله دلوقتي نوعه ايه؟ اي نوع سمك؟ عشان انا ما رضيتش اقول اسم، لان الاسماك بتختلف. يعني في اسكندريه هتلاقوا الوقار 111، هتلاقي القشر البياض، هتلاقي اللي انت عايزاه. لكن في ممكن في القاهره مش متوفر قوي غير عند سمكين معينين، فعشان كده انا ما رضيتش اذكر اسم معين. انا قلت سمك فيليه تخين اهو، سمك فيليه تخين ده وقار، ممكن يبقى قشر بياض، ممكن يبقى سمك لوت، ممكن يبقى سمك اروس، اي نوع متوفر عند حضرتك تعمليه في الاكله دي هيطلع رائع. بس هتختلف النكهات، هيختلف التست شويه. طبعا سمك القشر البياض له طعم، سمك اللوت له طعم، سمك الوقار له طعم، كل سمك وله طعم. خلاص احنا خلصنا هنا، هنجيب طاسه سريعا علشان نشوح فيها المشرومز عشان كله لازم يستوي معايا. عندي هنا البصل الاخضر، حط الزبده. البشاميل بتاعي شايفين شكله عامل ازاي اهو. عايز اقول لكم بقى بالكاري والطعم ده هتاكلوا بشاميل روعه، شايفينه اهو اهو، شايفين لونه حاجه جميله. وكمان لسه هندخله في الفرن وهتشوفوا دلوقتي شكل
البشاميل. اول حاجه هنعملها زي ما بنعمل طاجن بشاميل، هنجيب كده مقصوصه. حاضر حاضر يا مجدي، بس ثواني ناخد شويه من البشاميل هنا اهو في ارضيه البايركس بتاعنا، حوالي كبشه ولا اتنين. عارفين طبعا المشروم ما بياخدش وقت في التسويه خالص، بعد ما حطينا البشاميل هنشوح فيه البصل الاخضر والفلفل الالوان، وزي ما قلت الحاجات دي هتخش الفرن. فانا عايز تشويح دايما ملحوظه بقولها لكم، ان انا عايز احس بطعم الخضار، مش عايز ابقى باكل حاجه مهريه جوه الاكل. اما بكون بعمل شوربه ما عنديش مشكله، لان اما الخضار يتهري جوه الشوربه ما فيهاش مشكله، لان انا هشرب شوربه. لكن في الاكل دايما عايز احس بطعم البصل، عايز احس بطعم البصل الاخضر، عايز احس بطعم الفلفل اللي انتم شايفينه ده. فعشان كده هنخليه يدوب يدبل، هنيجي هنا وندي المشروم ده الخضار. يبقى انا عندي وجبه صحيه 100% ومتكامله. يعني ايه؟ فيها خضار، فيها بروتين نباتي، وفيها بروتين حيواني، وفيها طبعا حاجات كتير جدا، نكهات كتير قوي هتعجبكم. الاكله دي ان شاء الله هتلاقي صدى عندكم. اهو شويه ملح وشويه من الفلفل، وبعدين نشوح، وعلى بال ما يتشوح نفضي بقى هنا زي ما قلنا السمك بتاعنا مع الجمبري كله جميل في البايركس بتاعنا. وبعدين الخضار هيستوي معايا، وهو هينزل شويه من الجوز، شويه من الميه الموجوده في المشروم، شويه من الميه الموجوده في البصل، شويه من الميه الموجوده في الفلفل. في هنا نكهات رائعه هتعجبكم اكيد اكيد. بعد ما تشوح معايا كده ودبل زي ما انا قلت، انا عايز احس بطعم الخضار والمشروم خلاص استوى، هنروح نحط الكزبره الخضراء ونقلب تقليبه واحده، ونحطه فين؟ على وش السمك، ونغطيه بالبشاميل، ونغطيه بالجبنه، وندخله الفرن. وده يستاهل بقك يا مجد بصراحه، ما تخلوش يعني لازم. ايوه واحنا بقالك كتير يعني ما نورتناش. الله يخليك. اهو نغطي كده بس بالبشاميل، وبعدين الجبنه، وندخله الفرن. عشان كده هنستاذن حضراتكم وهناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنشوف مع بعض كيك بالشوكولاته، طعمه وقوامه حلو جدا، وهنعمل له كريمه بالزبده. كريمه بالزبده برضه هتعجبكم جدا. خليكم معانا، ما حدش يروح في اي مكان، عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيوننا تلفزيون الحياه. بعد الفاصل شايفين ده طاجن السمك الجراتان. انا بس هنغرف شويه منه في طبق كالعاده اهو بالراحه كده، وهو سخن كده، وجربوه. واكيد اكيد اكيد انا هاخد دعوات منكم على الطبق ده اهو. نصفي كده وناخد هنا شويه كمان، في مجموعه حاجات اكيد هتعجبكم قوي. كمان شويه كفايه كده في الطبق، ونروح نجيب منديل بس عشان نمسح هنا، وبعدين نرجعه لكم كده تتفرجوا عليه براحتكم اهو. ونشوف اكلتنا الحلوه او الحلو بتاعنا النهارده عباره عن ايه. نسيت اقول لكم ان احنا ممكن نرش شويه جبنه بارميزان على وش الشوربه. انا لقيت الطبق محطوط فقلت نرش شويه كده هنا او هنا اهو على الوش كده، تديها نكهه وطعم بالهنا والشفا. كده احنا خلصنا الشوربه وخلصنا الاكل، تعالوا نشوف الحلو بتاعنا. الحلو بتاعنا هو كيك بالشوكولاته، غني جدا وكمان هيعجب اطفالنا جدا. بس اما نيجي نلفه لهم وهم رايحين المدرسه نقطعه ونلفه، ما نحطش عليه الكريمه اللي احنا هنحطها. اول حاجه كيك الشوكولاته بزبده الكريمه او بكريمه الزبده، هو عباره عن 150 جرام من الزبده، 150 جرام من الزبده، 300 جرام سكر باودر، و300 مللي لبن رايب، 300 مللي لبن رايب، 60 جرام كاكاو، 60 جرام كاكاو، وعدد 2 بيضه، ورشه فانيليا، وربع كيلو من الدقيق، ومعلقه من البيكنج باودر. اقول تاني 150 جرام من الزبده، هناخدهم على المكنه على طول اهو. 150 جرام زبده، 300 جرام من السكر البودره،
عليهم ونقلب، وبعدين عندي بقيه المكونات 300 ملي من اللبن الرايب، لبن الرايب. عندي هنا عدد 2 بيضه، 60 جرام من الكاكاو، معلقه بيكنج باودر، ومع نص معلقه من الفانيليا، وربع كيلو من الدقيق العادي. هناخد كده شوكه ونضيف الكاكاو على الدقيق، وبعدين البيكنج باودر مع بعض كده، وهنا الزبده مع السكر. انا مش عايز تعمل كريمي، مش عايزها هنا تعمل كريمي. هناخد كده بقى نضيف اللبن الرايب، وبعدين نضيف البيضتين مره واحده، مفيش مشكله، بس نهدي بقى شويه كده، وبعدين نضيف الفانيليا، ونسيب كل ده يتجانس مع بعضه. في كريمة لها كريمة الزبدة اللي احنا هنغطي بيها او هنجمل بيها، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 100 جرام من الزبدة، 400 من السكر البودر، ومعلقتين لبن. تاني يا حاجة فوزية، 100 جرام من الزبدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيف يوسف؟ الله يخليك يا حاجة فوزية، ازي حضرتك؟ ربنا على سلامتك حج مبروك. يا رب يتقبل منا جميعا، ربنا يخليك. امين يا رب، يا رب العالمين، ربنا رب يجعلنا العودة جميعا. يا رب يا رب، احنا وانت يا رب. بعد اذنك هسألك على حاجة كنت عاملها يوم الثلاث، والنور كان عندنا بيقطع ويجي فما شفتهاش. تحت امرك، تحت امرك. الامر لله. كانت صينية كده عاملها حاجة فطيرة كده، وعامل عليها حاجة بيض وحاجات من فوق. يا ريت يا مجد تشوف لنا الفطيرة اللي احنا عملناها يوم الثلاث، الله يخليك. لو تعرفي لي اسمها اقول لك عليها على طول. تحت امرك يا حاجة فوزية. الفطيرة تقريبا كانت بالخضروات، تقريبا كانت فطيرة بالخضروات. تعال اذكركم هنا ايه، وبعد كده هنحط هنا ايه، فطيرة الخضروات. انا افتكرت هنا زي ما قلنا الخضروات يوم الثلاث. عندي هنا قلنا 150 زبدة، 300 سكر باودر، 300 من اللبن الرايب، وعندي كمان شوية فانيليا، وعدد 2 بيضة، وهنا ربع كيلو من الدقيق، و60 جرام من الكاكاو، واخيرا معلقه من البيكنج باودر. خلاص احنا خلصنا هنا، هنرفع ونضيف ده كله مره واحده ونقلبه يختلط مع بعضه. اظن مفيش اسهل من كده، وهنركن دي على جنب. تعالوا بقى، ايوه طيب هنشوفها حاضر. تعالوا بقى نشوف الكريمه اللي هنعملها ازاي. كريمه الزبده هنجيب ال100 جرام من الزبده، ال100 جرام من الزبده، زبدة تكون لينة يعني بدرجة حرارة المطبخ، نحطها ونضيف عليها السكر شوية بشوية، يعني نضيف نص كمية السكر، وبعد كده نضيف النص التاني. مين معانا؟ يا مدام عزة. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ أنا بخير والله. طول ما أنت كويس أوي أوي أوي، ربنا يخليك. الله يخليك يا رب. أنا فرحانة أوي إن أنا اتصلت عليك النهاردة. والله ده أنا اللي فرحان إني بسمع صوت حضرتك. متشكرة أوي. أشكرك. أنا عايز أسأل حاجة بس. اتفضلي يا فندم. ليه حضرتك حطيت الزبده مع الزيت وانت بتقلي السمك؟ سؤال جوجي. حاضر هقول لك عليه. حاجه ثانيه كتيره قوي. حاضر من عينيا. حاضر. احنا ما بنقليش سمك، اللي كنا بنعمله ده مش قليه، ده تسويه زي ما احنا بنقول. ممكن تكون بوجد يعني مسلوقه، او ممكن تكون ما باخدش اللون، انا مش عايزها لا تقرمش ولا تديني لون، فبحط زبده وزيت، الاثنين مع بعض هيدوا لي اللي انا عايزه، سواء كنت عايز لون او عايز طراوه، يعني تكون طريه ما تكونش ناشفه. الزبده والزيت مع بعض هيعملوا كده. الزيت لوحده زي ما قلنا بينشف، الزبده لوحدها تحرق، انا مش عايز الاثنين، فعشان كده انا دايما بحط زبده وزيت عشان اخد اللي انا عايزه. الهدف اللي انا عايزه من الموضوع ان انا اخد شكل يكون واخد، لو عايز جريل يبقى شكله مشوي حلو قوي، مش محروق لان الزبده لوحدها هتحرق، وكمان مش ناشف لان الزيت لوحده بينشف. وبشكر حضرتك على السؤال الجميل. هنزود السرعه هنا. احنا حطينا زي ما قلنا 100 جرام، 100 جرام من الزبده، عليها 400 جرام من السكر البودر، هننزلهم شويه بشويه اهو لغايه ما يبقى كريمي. ده بقى انا عايز ده يبقى كريمي. وهنا الخليط بتاعنا خلص، هنرفعه ننزل الحروف
ونيجي بقى نجيب صينيه فيها ورقه زبده، ورقه الزبده مدهونه برضو بماده دهنيه، وننزل الحروف كده وننزل الخليط بتاعنا. شايفين الخليط عامل يعني قريب قوي من الكب كيك اهو، حاجه كده ايه زي ما بيقولوا شوكولاته شوكولاته. على فكره الاسبوع ده كله ان شاء الله لعشاق الشوكولاته، حتى اليوم الطب برضو بكره هيبقى فيه شوكولاته. الاسبوع ده كله عاملين كل الحلويات بتاعتنا لعشاق الشوكولاته، لان انا عارف ان الشوكولاته لها عشاق كتير جدا بيحبوها، فعشان كده قررت ان انا اعمل كل الاسبوع حاجات حلويات فيها شوكولاته. اهو فينك يا هشام اهو، نفردها كده اهو، وناخد الزيادات نخبط عليها تخبيطه بسيطه كده، وندخلها الفرن درجه حراره 180 درجه لمده على الاقل من نص ساعه ل 35 دقيقه. تعالوا نشوف كريمه الزبده، لو بصينا هنا هنلاقي فيه كرامبل. انا هوطي شويه كده عشان انزل الحروف وهي شغاله، مفيش مشكله. ما تعملوش زيي عشان خاطر انا عارف انا بعمل ايه اهو. ونزود تاني السرعه. هنا عندي معلقتين اللبن لسه ما استفدتش بيهم خالص، هنزلهم شويه بشويه واسيبها تتخفق لغايه ما يدوب معايا السكر مع الزبده ويعمل كريمه، وده اللي هنشوفه بعد ما نستاذنكم وناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنشوف الكيك بتاعنا نقطعه ازاي ونستعمله ازاي. عايزين تعملوا بيه كيكه كبيره تعملوا زي ما انتم عايزين، ولكن بعد فاصل خليكم معانا. غرفنا او بعد ما قطعنا الكيكه كده وهي مستطيله، خدنا منها جزء عملناه بكريمه الزبده اللي احنا قلنا لكم قادرها 100 جرام زبده على معلقتين لبن و400 جرام سكر باودر. ده القطع دي مربعه اهي، ممكن انا الفها واولادي ياخدوها وهم رايحين معاهم المدرسه بدون الكريمه، لان الكريمه هتسيح معاهم. لكن لو احنا هنقدمها في اي وقت نقدمها كده وعليها كريمه الزبده على الوش، تبقى حاجه جميله وطعمها رائع وبالهنا والشفاء. ده العشاق الشوكولاته. كان جالنا اسئله، جالنا سؤال عن فطيره الخضروات المقليه اللي موجوده كانت يوم الثلاث. هي عباره عن عجينه مقدارها كوبايتين دقيق، نص كوبايه زبده وبيضه ورشه ملح. عملنا العجينه وريحناها شويه، وبعدين فردتها وحطيتها في قالب الطرت بتاعي. كان عندي نص كيلو من البتنجان حمرته مع والبصله حمرتها لوحدها، وعليها ثلاث ثمرات فلفل الوان وفصين ثوم ونص كيلو طماطم متقطعه مكعبات. كل الخضروات حمرتها وبعدين حطيتها على جنب، وجبت عدد اثنين بيضه خفقتهم مع نص كوبايه من الجبنه او كوبايه من الجبنه المبشوره، وكمان كوبايه كريمه، وحطيت عليها الخضروات وحشيت بيها الفطيره، دخلتها الفرن مع رشه جوز الطيب وبالهنا والشفا. كان جالنا سؤال عن الفراخ المقرمشه. الفراخ المقرمشه انا بجيب فرخه بغسلها، ويا ريت ما تكونش الفرخه يعني لسه مدبوحه، يعني تكون بايته في الثلاجه مرتاح. بقطعها 8 قطع وبعمل فيها فتحات صغيره بالسكينه، وبعدين بجيب نص كوبايه ميه بصل، كوبايتين معلقتين عصير ليمون، معلقتين خل، ومعلقه سماق، ومعلقه بهارات، شويه ملح وفلفل، وشويه من عصير الليمون قلنا، وانقعهم فيها لغايه ثاني يوم. ثاني يوم اخدها يكون عندي دقيق مبهر فيه توم باودر وبصل باودر وبيكنج باودر وشويه شطه وشويه ملح، اغطس في الدقيق، اغطس في الميه، وبعدين اغطس في الدقيق ثاني، واغطس في الميه ثاني، واحمر. تطلع معايا فراخ مقرمشه احلى من اللي بتشتروها. يا رب دايما نكون مستمتعين معاكم، زي قصدي مستمتعين معانا زي ما انا مستمتع معاكم. يا رب بنكون بنقدم لكم معلومه جديده كل يوم. اشوفكم بكره على خير، وزي ما بقول كل يوم يا رب نحب بعض. بكره اليوم الطبي، خليكم معانا. سلام عليكم.